مشرح مدحوينها بلان اي سند كلابدكونا اي ساقال اي طبانكا محمد عثمان اي ماتا وحاسوين لوغو صدووي اي مقالة دا قراوي سيدو وربحين تاوركاسي قراوي نوغو صدري وريه نشر ماكا عبدو غادر جامع وصومالي كيبال قراوي وغو صور ما وي نادادين كراي اي ندورنا وي نادادين كراي اي ندورنا محمد باسو ديجي اي ميسكو راحسناي مشرح مدح وين بنتلان لبده كوني يستقالي تفنكا محمد عثمان علي مادا يا مارت الوسو لوي مقالة ذكر ويا اسم ده بنتلان مشرح الوسو لوي دولايت كم مقالة ذكر ويا وحاس ولوين تقسو قلب قلي وضيالها وين دانيرو بعض سبورتس كي يقيبها كل دواني بلوشة ده كنول مقالة ذكر ويا اسم ده بنتلان انت هسي كده مشرح مدح وين بنتلان محمد عثمان علي ماد ايا وحا لوسو قلبي برحد وين مقالة ذكر ويا محمد وحانا اقوام والاقوام قاران ولي هاي على يرين نكار ابتدينا براتين اما تشد لا صعو لمر اما تشدين لحن مرك محمد وحبر انت وواور المري اقوم بدن بان الله يهي وحان لا وحو وحوية ننهي ملوين كأمدو قبطو هدي الى هاي اقرطوين وقبطو ننهي كهل يعني انو يحيبان عمي سنة هاي وحوية وحان ولين مهي للعكرة لله شكرا على الواجب بان ولين مهي محمد عثمان وانا غير مغالدة واحد من هذا محمد عثمان وانك وحان وضنا مانتا وانا دين وضنا وحان وسلانا وانا المعمل وانا ديني وانا وحلو آمن كرام وسلانا هاي هذين كنا مرحبا تاقل في رؤادي آد بان وحان وانتقم مع الحلين إننا قولا كالنبال ومعنا ما أخذ يديا وحان غير قروا وودي لانا هاي حرقوه قيل مولا حجيان باليري حرقوه قيل مولا حجيان باليري وحان هو مدى انو كفر حيدونه عدالة سنان يمن مبقد دلك ايوه قامين تكوه قامين دونه باينو يمينو عن وضنا وحان رجعين انا نلقى عادتين قلت لانو دلنا وحان ليرينا وروحان وحاينا هو قاميان رادين تيري لباتن كسنوه الى كبد حلها مالها هي وحياها لها أنتو مينو مشرح مدح ويني وقوصو دوينينا هدي عاد قول قسو قادي قوري نوغال هدي عاد قول قسو قادي قوري نوغال قوري سماد كايو مدح تو يديني قول جيسي يلي رير بودلان واقو قرب صعدان شعب كيباكو قرمادي سادقر وقصانتاي إذ الكامين كيلو قرتيو كيلو قاتي نوغو مشرح مدحوينه بنتلا محمد عثمان علي ماده يا دنكيسا كسو جيدي برحد مغالده غروي قبضه دنعيه بدن تاوانايسا وها اونا كو ديرهده حالده اي بنتلا كو سوغنتahay خليغان وحان هذه دي كم هاد عليه سو دوينتا خيل كسنيمدا البحنيمدا له اهل لمدو كم موقته اسبدل دوم كم موقته يا ادبر حدي غروي عاصمه دي بنتلا دي قلبك يبنت لاندي عاد نقصوا دويسين دتك يجا ما انت هالكار دين كويمت لما انت نوحان دين كم هاد علنا يا سو دويتنا وانا اكثر وفر هدي لا يحل كي يقول يقول ايوه وحان كورينا يا عدد ايضا كا يا سيردون كا كهول قلا عاصمة بنت لاندي سيدات كنا وضعها وحان اولا ما يسترنا اقف كوضا ay ku shaqo gelayaan dhinaca wax barashada khayr badan baa laga helay waana lagu libaanay jaamacadaha hadda jira dhamaantood waa jaamacado si gaar ah loo leeyahay hadii ilaahay xilkay u guureeyo waxaan isku dayaa jaamacad dawladdu leedahay inaan caasimada garowe ka heli karin hadii ilaahay waxaan u taagnahay sida ragii hore u sheegeen xilka madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland ee la qabanayo doorashadiisa 8 bisha koobaad 2019 hadii aan la idmo ujeedadan xilka isugu taagay waxa weeye in aan idin shaqeeyo oo aan noqdo shaqaalihiina anigu idinkaan idin shaqeynaya idinku ima shaqeynaysaan hadii la idmo waxaan ku shaqeynayaa sharciga islaamka iyo kan loo degsan oo ah dastuurka dalka oo aan iskhilaafsanayn waxaan ka shaqeynayaa minnimada reer Puntland minnimada reer Puntland markaan leeyahay deegaanno badan
iyo dad shacab iyo dhul reer Puntland ah oo dhowr iyo toban sano ka maqan gacanteena jira ina kala ma qayb galaan farxad ahaan oo kale ina laba tubad galna salaadaha ciidaha uma taykro inaynu aragtidooda iyo shucuurtooda dareenno markii doorashooyinka la gelayo muddo dheer ayaa waxaa haysta xukun ayaa raali ka ahayn xukun haysta anigoo ka duulaya dastuurka dalka hadii ilaahay xilkan igu guuleeyo waxaan ka shaqeynayaa soo celinta soo dhimaamada siyaasad cad bay u kala yihiin waa Soomaaliland markii laga reebo madaxweynihii ugu horeeyay ciyaal intii ka dambeysay waxaad moodaa nin walba inuu leeyahay intaan ku darsaday halayla arko riyaala soo dhaqaaqay laascaan u yimid siyaasi ayaa soo dhaqaaqay gambar u yimid muuse bixina laba bilood isagoon joogin buu wuxuu yimid tukara haddaan daadkaasi joogsan wuxuuna ku imaanayaa meeshaan joogno waana mas-uuliyadda nagayna saaran inuu joojino haddii lahaydmo shamaakaad u qaaday jaamacad wararka Somali Cable TV.